تحر ايدك كان في طاقه قاعد تدز لي صوتك. اوكي الليل 1-0-2 لا مستوره. See I realize now that I could never have a match with him because he doesn't feel any pain. He just bent his finger backwards. Wonderful. Fantastic. Wow. That's awesome. I'm amazed. هلا رح ارجع لك معي ضيفي المميز معين البستكي. اهلا وسهلا فيك على جديد. عندي صبورتين فاضيتين صبورتين ما في عليهم شيء صح 100%. اللي ابغاك تسوين اللي ابغاك انك تفكري لي ترجعيني بذاكرتك شوي. أوكي، ترجعيني بذاكرتك شوي وتفضي لي بتمسكينا هذه. اوكي تمسكينا تفكري لي بصديقتك من ايام الطفوله. صديقتي من ايام الطفولة. عندك طفولتك موجود. اوكي فكرت اوريدي. وفكري لي كمان السن اللي كان بينكم. تحطين هذا هني. اوكي سكري. ايوه سكري البور. خلينا ندخل. اوكي فكري لي صديقتك ايام الطفولة. حركيها يمين يسار يمين يسار. نحرك يمين يسار يمين يسار. ايه شوي 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 على راحتك شوي شوي على راحتك. أيه. يمين يسار. بسكر عيوني عم افتحهم. ممكن السكرين تفتحين على راحتك. من الاشياء اللي انا معروف عني الناس يقولون معينته تتعامل مع طاقه خارجيه. الطاقه الخارجيه اللي هذه انا اتعامل معها اسميها عبده. هل عبده موجود معنا اليوم ولا لا؟ انت قاعد تحركين يمين يسار يسار. مين عبده؟ عبده الطاقه الخارجيه اللي انا اتعامل معاها. قاعد يتحرك صح؟ قاعد حاسه في شيء قاعد يصير صح؟ السبورتين كانت فاضيات. انت قاعد تفكرين باسم صديقتك من ايام الطفوله. ايوه قاعد تفكرين بسنكم كم كان. وبعد خلينا نضيف هديه حصلتي عليها وانت كنت صغيره. تمام هديه راح افكر بهديه. هديه انت حصلتي عليها وانت كنت صغيره. تمام تخيلي انا اعطيتك ورقه كتبتي هالمعلومات. انت قاعد تفكرين بشخص صح؟ انت قاعد تفكرين بعمر صح؟ صح. وانت قاعد تفكرين بهديه معينة صح؟ تاخذين الصبورة تفتحينها. مفتاحها؟ تفتحي الصبورة من فوق. الاسم. واو هيدا اسم رفيقتي ناردين. هي رفيقتي رفيقة الطفولة. هيدا اللي فكرت فيه وكان عمرنا 11 سنة 100%. والهدية اللي أنا فكرت فيها. مين أعطاك الهدية؟ هي رينج اللي هي خاتم أمي هدتني إياه أنا صغيرة اللي هو هيدا الخاتم اللي أنا لبسته. طب عبده موجود معانا يعني. شو هيدا؟ طيب. أنتوا أنا والله كنت جالس برا كنت منتظر ماي شاي قهوة ما جاني ولكن أنا جبت يعني جبنا من تحت. شو معي؟ اللي أبغاك تسوين. ما أنت بتعمل ألعاب خفة فيك تجيب الماي والشاي. ما هو جبته معايا صح؟ اللي أبغاك تسوين تشوفين هذا الجاك صح؟ طبيعي عادي صح؟ تقيل شوي. تقيل صح؟ إيدي كانت مكسورة للأسف. سلامتك امسكي بالإيد الثانية يمكن صح؟ أحسن هيدا أقوى الإيد. تمسكين تحطين إيدك ستريت صح؟ حطي. الكاميرا علينا قاعد تاخذ. تقيل تقيل إيه هون. قاعد تاخذ هون أوكي تحطيها قدام هون. قدام هون. عندي إيه؟ ابغاك تفكرين بموقف سلبي صار لك في حياتك. لا تحطي ايدك بس بوحده احساس ان نشوف البايسبس قوي ولا لا. سلبي صار في حياتك جايه الدوام صح؟ سكري عينك كمان عشان تفكري. خليني افكر اشياء سلبيه صار بحياتي. اوكي ففكري بشي شيء انت تقريبا عشان ان تركزي عليها. انا قاعد انت قاعد تركزين هذا الجاك موجود بايدك صح؟ ففي هاي الطريقه انا ممكن او ماي جاد او ماي شو صار شو صار؟ كيف انكسر هيدا؟ كيف انكسر هيدا؟ No way هالقد أنا فيه قوة سلبية. أنت مون ليش مخزنة جوا طلعيها؟ عملت كتير إشياء براسك. الله يعين الاستوديو المرة الجاية لا تكسري شيء. هلا أنا هيدا الإشياء السلبية اللي فكرت فيها هي اللي كسرت هيدا الشيء. هاي صح؟ هيدا كسرت إيدي. سلامة إيدي. كسرت إيدي هي اللي كسرت. سلامتك ما شفت هذا ما بيجرح ولا شيء. لا سلامي ليش ما يجرح زجاج خلي بالك بليز. هلا انت كنت متوقع انه هذا ينكسر؟ انا ما كنت متوقع شيء. كنت جاك هذا من تحت جبناه اساس انه فكرت بطاقه سلبيه. ايش كان راح يصير؟ ما هو كسرت صح؟ ايه بس هو يعني ما كان لازم ينكسر؟ ما هو لا اساس انه كنت تحت تمسك. اوف
بس تعرف كأنه في شيء طلع هيك وقت انكسر هيدا، كأنه انكسر هيك طلعتيها الطاقة السلبية. أوفت بتعطوني واحد تاني لحتى كسر واحد طفينه. هلا الكل بالكنترول بده يكسر، عم بقولوا جيبوني جيبوني كسر. حاسبوا على الطاقة السلبية. انت عينك حارة شيء؟ شو يعني؟ يعني انت عينك حارة ممكن شيء يعني انا لا لا ابدا صح؟ لا 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 يمكن يعني طلعت على رن ان عينها حاره، هاي من العيون الحاره اللي حوالي هي اللي كسرت الجلد. انا عيني ابدا مش حاره، هالعيون هي اللي كسرت، كسرت لي ايدي وكسرت لي. مش عارفه ابكي ولا اضحك. لا اضحكي دائما اضحكي. عن جد يا معين شو هيدا؟ يعني انا بلشت اعرق صراحه. لا اوكي يلا بدنا نلعب شيء. يلا يلا انا جاهزه. من الاشياء اللي انت لعبتي مونوبولي وانت صغيره صح؟ اكيد لعبتي الطاوله صح؟ طبعا كثير بحب الطاوله انا الطاوله. فعندك الدايس هذا اللي حابب تسوينه، اول شيء تشوفين ان كل الارقام مختلفه. خلينا نشوف. شوفي كل الارقام مختلفه. في عندنا هون 5 4 2 3 كل كل يعني فرجيكم معي 1 2 3 4 5 وستة. اللي تسوينها تغيرين كم من مرة تحطينها على الطاولة؟ بغير هون. تغيري. راح فرجيكم إياه. هيدا الرقم أنا اللي اخترته، ما عم خليه يشوف. أوكي. شفتوا؟ أوكي. هل في أي طريقة أنا ممكن أعرف الرقم شو كان؟ في طريقة؟ لا ما في أي أوكي. طريقة. اللي أبغاك تسوين من الأشياء اللي أنا معروف. أنا من الأشياء. تقرب عيونه؟ من الأشياء اللي أنا اللي قاعد أحاول أسويه العادة إن أشوف البادي لانجويج للشخص. وأشوف الرقم اللي ممكن مختار لنا. أوكي. أوكي. إذا بغمض عيوني ما بتقدر، لازم تضل مفتحة عيوني. والبادي لانجوج العين والملامح الوجه، هل هو أول رقم اخترتيه حالي؟ هل هو رقم 5 ولا لا؟ قولي إيه ولا لا. إيه صح. قولي شو راويها مرة ثانية. الرقم 5. خلينا نشوف رقم ثاني. خلينا نشوف رقم ثاني. برجع بعمل هيك. وعملي هيك، اعملي اللي تبينه. ممكن تراوينهم ثاني مرة وشوفين الرقم شو هو لو حابة. شو هيدا؟ هيدا الرقم. اوكي حطيني على الطاوله. هل في اي طريقه انا ممكن اعرف؟ وانا بطلت اعرف طرق صراحه. اوكي بتعرف. فانت عندك رقم من فوق صح؟ صح. اخترتيه. دي كيف بتعرف؟ هذا الرقم انت غيرتي عن الرقم الاولي، اخترتي رقم ثاني اعتقد. ما هو نفس الرقم، احيانا يخدعوني يختارون نفس الرقم. الرقم اللي اخترتيه حاليا لو انا مش غلطان، لو انا مش غلطان رقم 6 صح؟ رقم 6 راويها مره ثانيه. ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش. خلينا نسويها هالمره، خلينا نسويها هالمرة، بس هالمرة ما تشوفينا كمان. أنا قاعد أحاول. إيه يعني أنت ما تشوفينا؟ فرجي للكاميرا أو لا؟ لا فرجي للكاميرا. أوكي. أنا ما بشوفه وأنت ما تشوفين. كيف بدي أعرف أياب؟ فما في صح؟ أوكي أوكي ما حتعرفي. أوكي هيدا. عندك الرقم ممكن تحطينه على الطاولة. أنا ما شفت. أوكي تحطينه. رح أرجع حطه. حطي الرقم اللي ولا فوق. الكنترول ما قال لي شيء. أوكي حطيته. ما عرفت أنا شو الرقم عن جد. أنا ما عرفت. ما تخوفني. شو الرقم؟ يلا انت لو اقرا البادي لانجويج. انت حاولت تغيريها. البادي لانجويج تبعي خايفه. البادي لانجويج اوكي ده الخوف من اول من الجزاز. لو مش غلطان، لو مش غلطان حاولت تغيرين، حاولت تغيرين، ولكن المره الثالثه طلعت مثل المره الثانيه. رقم 6 شوفيها رقم 6. ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو. هالمره خلينا نسويها المستحيل انه لا انت تشوفين، لا الجمهور يشوف، ولا الكنترول يشوف. وححاول اخمن. يعني ما حدا راح يشوف. ما حدا راح يشوف. احاول اخمن هل ممكن اعرف الرقم اللي انت قاعد تحاولين. طب علمني كيف تعمل هيك. فيك تعلمني؟ هعلمك كل شيء بعد البرنامج. عيوني الثنتين علمني على الهواء. اوكي انا ما شفت. حطيه على الطاوله. والكنترول ما راح يشوف. ما حدا شايف. ما حدا شايف. قاعد تحاولين تغيرين. اوكي شو الرقم؟ اوكي 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 ما تقلي من نظره عيوني عم تعرف. رقم 2، رقم 2، شوفي رقم 2 صح ولا؟ ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو فيري ماتش. خلينا نسوي شيء ثاني، خلينا نسوي شيء ثاني، احنا ما عندنا وايد وقت. خلينا هلا، يعني أنا عن جد مصدومة، بس هول هيدا الشغف اللي عندك إياه معين هو اللي وصلك لتقدر تعمل هيك أشياء. كيف الأطفال أو الأشخاص اللي حابين يفوتوا بمجال هيدا الفن، شو بتنصحهم؟ بفن الألعاب، ألعاب الخفة، إذا بدهم يبلشوا حابين وحاسين أنه يمكن هذا الشيء يكون صعب، شو بتنصحهم من أولاً تجربتك؟ أولاً الموضوع ما هو صعب، الموضوع أنت تبدأها تدريجياً، تبدأها في البداية بأشياء تكون أبسط، تكون أسهل، ممكن تسويها مع الناس.
وبعدين تنتقل لمراحل معينة إنه تحاول تقرأ body language، إنك تحاول إنك تسوي أشياء تقريبا شبه مستحيلة. ولو بغوا عبده أنا ممكن يعني أنا ما عم بقدر أستوعب كيف أنت عرفت اسم رفيقتي والعمر اللي فكرت فيه وقتها كنا رفقة أنا وياها she's my best friend أنا وصغيرة. نحييها من البرنامج إن شاء الله قاعدتها من مامي. إذا الواحد حابب يبلش لازم كمان الأهل يساعدوه، خاصة بهيدا المجال الألعاب الخفة، لأنه هي ألعاب ما بتأذي، ألعاب مهضومة مثل ما قلت، كمان بتقرب الأشخاص من بعضها، بتخلي الواحد إذا هو كمان شوي منغلق على حاله ويقدر يعرف يحكي مع الأشخاص يقربون يحببون فيه. صحيح. مين ما بيعمل ألعاب هيك مهضومة بتحس إنه أحب أعرف عنه أكتر أما تقرب منه. صحيح؟ صحيح. أنا من الأشياء اللي دائما أنصح الأزواج تعلمونها، الحبايب تعلمونها، أساس إنه يكسرون الروتين اللي دائما فاهم عليها. أيوة. لو انت تعلمت حركه حركتين وما حبيت تقوم مع بعض يعملوا العاب على بعض ومهضومه مع بعض، يعني هذا شيء تغير الحياه الروتينيه اللي عندكم، الحياه الزوجيه والحياه اللي مع بعض. معين بس انا بشكرك كثير على وجودك اليوم وعلى هالالعاب المهضومه وعلى النصايح كمان اللي اعطيتنا اياها.